من خلال حديثك في كلمات يمكن قيلت عدة مرات، إذا بدك تلخصي حياتك في ثلاث كلمات، إيش الثلاث كلمات اللي ممكن تذكريهم؟ نعمة الله، يعني ذكرتيها عدة مرات. نعمة كبيرة، يعني أنا اختبرت الآية اللي بتقول يجعل مع التجربة المنفذ. نعم مزبوط، بسمح إنه تدخل في ألم لكن ولا مرة أنت بتكون متروك. عمانوئيل، الله معنا، اختبرت وجوده معي. لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. أنا اختبرت أسيس هذا الإشي، حتى لدرجة يوم أنا دخلت على العملية، تعرف الرعب إنك بدك تدخل تقطع إجرك، تعرف شو يعني خوف؟ شعرت من حضور الرب إنه قاعد بدبل على كتفي وأنا نايمة، قاعدين بيخدروني بقول لي تخافيش أنا معك. ممكن أنا ما شعرت حقيقي، بس من كتر الحضور سلام كأنه موجود معي بالأوضة. هذا اللي بعطيك طمأنينة فعلا، لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. وكلمة تانية أنا سمعتك تذكر كلمة الرجاء. الرجاء يمكن أكتر إشي مخليني لحد هلأ فرحان، ولحد هلأ قادرة أستمتع في الحياة وأروح وآجي ومش قاعدة. بصراحة أنا بطلع كل يوم، بطلع من البيت كل يوم، بستمتع في كل دقيقة في الدنيا، دايما فرحانة، دايما عايشة عادي. ليش؟ بسبب الرجاء. ليش؟ قلت يا رب، سألت نفسي أسوأ إشي ممكن يصير الموت. افرض الرب ما سمح انه انا انشفي، مع انه بصدق انه قادر انه يشفيني، بس ممكن يسمح انه انا انتقل وتمشي الامور بطريقه طبيعيه مع المرض، وانه انا انتقل او اموت. احنا بنسميها كلمه الموت. أسوأ إشي ممكن يصير الموت، بس الكتاب بيقول الموت هو ربح. وبالعكس انا رايحه على عالم افضل. وكلمه ثالثه لو حبيت تذكر كلمه ثالثه. ذكرت الحياة الأبدية عدة مرات. الحياة الأبدية، الرجاء في الحياة الأبدية. حقيقي هذا اللي مفرحني، هذا اللي مخليني قوية، إنه في حياة أفضل، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم. هلأ أنا بتألم، هلأ كتير أشياء حيرة وشك وتعب وحزن، تألمت راحت رجلي، بس أنا بعرف إنه الرب راح يعوض.